تحية طيبة لجميع متابعي مشاهدي قناة رابعة وحلقة جديدة من جمهورهم من نهائي كأس العراق من مباراة نادي القوة الجوية ونادي الأربيين. المباراة انتهت قبل قليل بفوز نادي القوة الجوية بطلا لكأس العراق بعد تغلبه على نادي الأربيين بهدف مقابل لا شيء. حضور كثير وكثيف وغفير لجماهير نادي أربيل اليوم في بغداد في ملعب الشعب، وأيضا تواجد كالعادة جماهير السقور مساندة القوة الجوية. ويانا الآن مجموعة من مشجعين نادي أربيل نسألهم عن المباراة. كابتن، هارد لك الخسارة، قدمت مباراة كبيرة، وصولكم إلى هذا إلى النهائي هو بحد ذاته إنجاز. هارد لك الخسارة، شلون شفت المباراة؟ والله أولا مبارك لنادي القوة الجوية، أحسن هات لك نادي أربيل. ونادي أربيل مستوى كبير والله، قدمت مستوى كبير، قدمت مستوى راضين على الاداء. اي والله راضين على الاداء، بس مو راضين على الحكم. الحكم ظلم أربيل. اي والله ظلم على بنارتي سطل صد. اي والله ضربه جزاء كانت واضحه لأربيل، واضح سطل صد واضح. جماهير شوف ضربه جزاء بس حكم يقول ما جزاء والله. حاول له. مبروك مبروك لنادي الجويه، هات لك بالأربيل بالفوز. حوالته طويل طلع صاعد على وصيف. مبروك لنادي الجويه، مبروك لنادي الجويه، هات لك بالنادي الأربيل بلان بالفوز. مو جويه، بالحكم. الحكم هو اللي فوز الجويه؟ ايه الحكم حكم الفوز. يعني ما افهم من كلامك أربيل انظلمت من الحكم. والله ظلم حكم. وين الظلم؟ ايه بالبناتي ضربه جزاء. ضربه جزاء، ضربه جزاء. اي والله. راضي على الاداء اللاعبين؟ نعم. راضي؟ مو راضي. ما راضي، ما راضي باللاعب. تمام تمام. هاود كابتن، شلون كابتن؟ شلون صح؟ نبارك السيد ابو رغيف، نبارك له، وهذا الكاس نهدي له، وهاي تتويج موسم مع الاسف الدوري راح من عندنا. وهاي نقول الأربيل هارد لك. يعني الجوية الأربيل سلمونا اللعبة، الجوية تراخوا ورا الهدف، كان نقدر نحسم النتيجة ولا يقولون حكم ولا أبد، ما صار شيء باللعبة. بس مبروك الأربيل، فريق وصل للنهائي، وجماهير إن شاء الله يرجعون بالسلامة. خوش عيني. وإحنا نتمنى من فريق الجوية المدرب اللي تعاقدون وياه هو اللي يختار اللاعبين، ما نريد أخطاء الموسم السابق. الجوية فريق بطولات، مع احترامات الأربيل احنا تاريخ، احنا عندنا حمادي عنده القاب اكثر من اي لاعب من فرق بالدوري العراقي. اوكي يعني، وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. حياك الله، نتمنى التوفيق. يلا بابا. ها كابتن، انا مبروك مبروك النادي والجميه. انا نادي ارمي، ما انا حكم مو بريم، حكم ظالم، حكم ظالم مو بريم. لا مو مجرم، مو مجرم، مو مجرم، مو مجرم، مو مجرم. ليش مجرم؟ لا ما انا مو مجرم. ليش انا انا من لا ضربه جزاء؟ اي لا انا اعمل مو لازم ضربه جزاء وطرد. مبروك 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 نادي القوة الجوية، مبروك. احسن حكم ظالم، حكم ظالم مو مجرم. تمام، راضي على اداء اللاعبين؟ لاعبين أربيل؟ لا مو راضي، ما راضي عليهم. لا لا نفس البلد. زين زين، ليش ما راضي على اللاعبين؟ ليش ما راضي على الاداء؟ ما انا هو مدنيه هي ممكن تاثير الجو، الجو حار اليوم ممكن ياثر. او الحال، جو حار مو صحيح؟ انا ها هارد لك، توصل بالسلامه ان شاء الله حبيبي. حياك الله، الله يرحمه. الله يوفقك، حياك الله، حياك الله كابتن. مبروك الفوز. والله الحمد لله، مبارك على قوة جوية. هاود لك. ايه والله قوة جوية عندهم، يعني قوة بدنية زين. ايه قوة بدنية زين. وبس أربي يعني شنو سبب خسارة؟ أول شيء شوية جو عار، على مود قوة جوية هم عار، يعني هذا أكيد. الجو على الاثنين يأثر. اثنين ايه. بس شنو وسط أربيل ما زين فد مرة. يعني سبب خسارة مال أربيل وسط. ايه ايه والله، بس قوة بدنية يعني مال قوة جوية زين. حياك الله. ويانا الان معنا الان رئيس رابطة مشجعي نادي أربيل. انا اخذت اللقاء قبل 3 ايام، كانت الاجواء مختلفه عن الاجواء حاليا. على العموم هارد لك، قدمتوا مباراه كبيره، وصولكم الى النهائي بحد ذاته هو انجاز كبير. ممكن رايك بالمباراه؟ والله اول شيء لعبه نظيفه، لعبه حلو، ما صار مشكله الحمد لله. هالجمهور جاي بالسلامه ان شاء الله، يتوصلون بالسلامه. اهم شيء فرعه لكل العراق، هاي البطوله العراق، فرعه للأربيل، اهل كردستان كلهم، يعني ما قصروا الشباب كلهم
تعبانين، عيل عيل تعبانين. مبروك للجوية، مبروك للجوية، مرتين وثلاثة أربعة وخمسة وستة سبعة، مبروك للجوية. شيء يحسب أيضا لجماهير نادي أبيل، المباراة شاهدناها بيضاء حتى في الهتافات من جانب الجوية ومن جانب حتى أبيل. ممكن حتى لو فريقين بغداديين يتقابلون ممكن نشاهد بعض الهتافات ما بين هنا وهناك، بس بصراحة تحسب لجمهور أبيل وأيضا جمهور جوية. طبعا طبعا شويه شويه عربي. اوكي هاي لعبه مو صعبه، كان صعب مو سهله كان الاربيل، بس ما ادري المهاجم مالتنا ما سالم فرصه جاي عليها، يعني هو عند الفاتحه خطيه. هاي المهاجم هاي الاسمراني مالتنا عنده فاتحه، ابوه متوفي، والده متوفي، هو كان يلعب، هو عباس عبيد لازم قبل نص ساعه لازم يطلع هو يجيب الامجد رازي. لازم امجد رازي يتواجد قبل نص ساعه من نهايه المباراه، مو بس اي والله بس اسوي هم ادرق الاربيلو. مبروك للجو اليوم يجد اجى العدد والله فوق ال 5000 فوق ال 5000 اي والله توصلوا ان شاء الله بالسلامه. الله يخليك حبيبي، وقدمتوا مباراه طيبه حبيبي، ان شاء الله دائما نشوفكم ببغداد حبيبي. الله يخليكم، شكرا حياك الله. اهلا وسهلا. الجو اثر عليكم الحال؟ لا احنا متعلمين هذا من هاي الشغله. حياك الله حبيبي، اهلا وسهلا حبيبي. كابتن الف مبروك. هاود لك والله عربي ناس. يلا اوكي يا ابي عادي. اوكي الف مبروك وجهي. احسن الف مبروك. احسن راضي على دانيوم لاعبين؟ انا ما افتهم. انت بس حافظ الف مبروك وبس. الف مبروك بوتسابيا. مدرب عباس عبيد، احسن مدرب بطل العراق. احسن حياك الله حبيبي. مبروك الجويه، الله يكرم الجميع. مبروك الجويه، فريقنا قدم، فريقنا شباب، فريقنا زين، فريقنا جاي من قاع بالدوري صار زين الحمد لله، والكاس صعد نهائي. راضي على فريقنا ان شاء الله، وان شاء الله القدم احسن. المشاهدين جاي ما نعم. تعال هنا مو هنا عندنا باب جواز، احنا سدينا باب الجواز. مثل ما شاهدنا انه جماهير نادي ابيل تحدثت حول يعني مباراه كبيره، يباركون لنادي القوه الجويه هذا الفوز. مثل ما شاهدنا رئيس رابطه تحدث حول اكثر من 5000 مشجع من ابيل متواجدين اليوم في بغداد في ملعب الشعب. هارد لك كابتن. اول شيء مبروك للقوه الجويه. نعم. جماهير القوى الجوية تستاهل بهاي فوز، لكن شرطة مالت مال هاي ملعب شعب مو زين. أمن الملعب مو تصرفاتهم مو زين ويا جماهير نادي الأربيل. ليش؟ والله شوية بيناتنا تفاهم مو زين. احتكاك يصير في كل الملعب. والله الشوط الأول أربيل مو هيك اللعبة، بس الشوط الثاني دقيقة 60 أربيل عنده اللعبة جيدة على اللاعب، لكن سير دجا حكم ما دق الجزاء اللي هنا. جزاء لنادي أبيل. نعم. وطرد. داخل اللاعب كان. لكن جماهير القوى الجوية تستاهل بهاي فوز. بكل جماهير مبروك للجماهير القوى الجوية. أكيد. حياك الله. توصلون بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. حياكم الله. كابتن. عيوني. مبروك اولا، مبروك القوى الجويه. انا عبالي مشجع جوي صراحه. لا اربيل يعني الحمد لله. لا شيت لك شوي تشبه. ممنون رحم الله. حياك الله. اولا الف مبروك القوى الجويه، وهذا النادي الاربيل لان ادى اداء حلو جدا. راضي على اداء اللاعبين انت؟ كله. بس هو انتقصوا او انتقدوا اللاعبين. الشوط الاول يعني هذا مثال، راضي على اداء. والله مستوى العكم مو زين هذا. والله الف مبروك للجويه اول شيء، اول مره الف مبروك للجويه، بس بعد مو زين عكم. الحكم سيء كان اليوم، ظلم ابيل. والله الظلم اول شيء فاول يطرد اللاعب الجويه. حفظت هناني وركلة جزاء همينة. اهم شعور. اهم صحيح والله. بعيدا عن الحكم. الاير كل اداء اللاعبين هم. والله كلهم مو زين هذا أربي الشوط الاول. اليوم 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 شفت انه اجماع من معظم جمهور اربيل ما راضي على اللاعبين. كل اول شوط نادي اربيل مو زين هذا. نزلوا خايفين ممكن؟ ممكن. اكو تخوف؟ هسه بالجو لك.
مو زين هذا. حكم حكم الحكم بس حكم بس حكم كل حكم غير الحكم الاداء اللاعبين المستوى الفني تاثير الجو هذا اللاعب جو هذا حكم انذار ماكو 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 هذا جو ما قد يعني ما عنده لاعبين الجويه كانت اللعبه بيها تدخلات تستحق الانذار والله يا هم لازم مستعقب دبا حكم كم مستعقب لاعب كده كده تمام تمام حياكم الله وسهلا اربيل احسن هذا بالجويه اربيل شو ثاني احسن أي احسن بس ما استغل اربيل هم بقى يعني ما استغل اي نقطه عفوا عفوا انا يعني مفتن من دل عليك حياكم اربيلار اربيلا اربيلار اربيلا يعني شنو ماكو دوران تمام يلا الف مبروك الجويه اي حشو ابقى يفتح علي اي تمام كابتن بعيدا عن الحكم انا اسالك كلاعبين انت راضي على اداء لاعبين بالشوط الاول او بالشوط الثاني البعض بعض نجوم الجويه تحدثوا انه ابيل سلم المباراه الشوط الاول سلم الشوط الثاني بدا صحيح وافضل من قوه الجويه كان افضل القوة الجوية الاستحواذ الكرة ازم قوة جوية كان تمام. بس هذا كرة قدم خسارة وفوز حياك الله اود لك توصل بالسلامة ان شاء الله ممنوع الرحمن ان شاء الله حجينا شلونهم الزوائي اليوم جاي يشجع الجوية اي لو هيك من ورا خشمه مبروك مبروك الجوية المرة السادسة طبعا كأس العراق جاي يشجع لو جاي الغير شيء والله الغير لا شمت لا والله شمت لي وجه احنا عراق اي احنا صحيح عراقيين وكاس العراق انت نعذر النهائي بس مو بفريقك جاي زين عمي كل عراقيين انا ما وياي شجعت اي نعم اي شاوع شاوع طبعا وصلت شاوع قدموا الجوي اداء طيب طبعا ابيل يقول احنا ظلمنا كم محايدة اسالك بما انه انت زوائي يعني فعلا ابيل انظلم اليوم اليوم انا شفت المباراه بالشوط الاول اكثر من 80% للجويه ولعب موجود لكن اكو اخطاء صارت عند الحكم بالشوط الثاني اربيل قدموا 80% لكن بدون اهداف زين يعني شفت المباراه بالشوطين احسن مباراه بالنسبه لكاس العراق فهذا كاس العراق يشمل للكل كل النوادي ولا مو بس الجويه الجويه يعتبر الزوراء يعتبر الشرطه وكذا احنا بالنسبه للجمهور لا عاد يسوي هذا الشغله حياك الله ناخذ هنا مشجع هذا هذا شو اسمه طبعا كان واقفين مع احد مشجعين نادي ابيل مجرد ما شاف الكاميرا كابتن انا ما اعرف عليه شويه اي جاي اي ما اعرف عليه والله اوكي راضي على اداء اللاعبين شو تقول للجمهور الجويه جمهور ابيل والله زين الحمد لله زين كان أي. الجو حار بالنسبه له لو عادي ما اعرف عليه والله جو حار عارف كلش هود اوكي ثانك حبيبي كابتن بالنسبه للمباراه نقول مبروك للقوه الجويه وهارد لك اربيل والجو نفس الشيء والله ماكو فرق بين اربيل وبغداد انا بس اريد اسال انت من اربيل انا من اربيل الجو بالنسبه يعني للاعبين ممكن صح هم لعبوا بالدوري العراقي بس اليوم الجو جدا حار شاهدت عدد مشجعين اربيل تحدثون ان الجو حار لا والله الصراحه هناك هم الجو حار نفس الاجواء بالضبط مو هالقد لا حار صح حار بس مو هالقد يعني باربيل هم حار بس حار هنا يخبر معود والله يعني هسه قبط الدقه ها كنت نازل اي والله كلش حار الله يسلمكم موفقين ان شاء الله اليوم المباراه كانت صعبه على اربيل صعبها على نفسه حسب ما فهمت من جمهور حتى اربيل اربيل كان نازل خايف او متواجد والله بالنسبه يعني هاي بالنسبه لي اول مباراه اشوف هيك اللاعبين يلعبون يعني هيك اللعبه يعني متوترين وهم حتى يعني ما منتبهين على الباسات اللي يسوون اخطاء كثيره يعني اكو يعني اكو هفوات من حكم بس يعني الحكم مو كل يعني سبب الخساره تاثير جمهور جوي ممكن كان على لا والله يعني اشكر الجمهور يعني جوي يعني ما شاء الله جمهور حلو وزين ويعني تشجيع مالتهم تشجيع مثالي حبيت جمهور جوي اي والله اي والله يعني انا مو هسه يعني من يعني قبلها كنت اجي يعني كنت مشجع طلبه طلاب يعني اي والله يعني قبل حبيبي احبك من زمان انا كنت اجي يعني اتفرج على اللعبات اشاهد يعني اجي ملعب الشعب بس يعني هم يعني كل جمهور الجويه والطلبه والشرطه
والزوراء يعني مثالي ما شاء الله عليهم. الجمهور طلبه شلونك وياهم؟ تباع اللعبات؟ طبعا يعني والله لحد الان يعني هم اشجعهم. متابع همين الطلبه؟ طبعا طبعا اي والله. كل الهلا بيك ان شاء الله. توصلون بالسلامه ان شاء الله. وابقى اشجع الطلبه. الله يسلمكم موفقين. حياك الله. الله يحفظك. نعم احبه المشاهدين مثل ما شاهدنا انه جماهير نادي ابيد تتحدث في دور قلبك. انا احب الناس المعضلين اللي بعد عمر ايش ماخذ ايش مستخدم والله بس وي بروتين بس وي والله كم دجاج اليوم تاكل نص دجاجه مبروك كابتن الله يبارك فيك بعد عمر الحمد لله وشكرا الان برده اشوف نشجع الجويه على راسي جاي بسم الله الرحمن الرحيم نعم. الف مبروك للجويه وجماهير الجويه وهارد لك لاربيل وجماهيره حلو الحمد لله اليوم المباراه كانت نوعا ما بالشوط الثاني صعبة على الجو نعم شوية راجع المباراة والرطوبة خفت شوية على اللاعبين اي والله ايدك على قلبك الحمد لله بعد عمر اشكرك حبيبي ويانا اخونا جاي من الانبار اي والله حياك الله يسلمك الله يسلمك استاذ حبيبي والله جاي نشجع الجوية من الانبار الله شاهد محبة بالجوية وباربيلهم مو بس بالجوية احنا من نحب اربيل واربيل على راسي الله يسلمك حبيبي اليوم الجوية قدم مباراة طيبة خاصة بالشوط الاول الشوط الثاني شوية حتى بعض الجمهور الجوية كان مواضع على ده والله استاذ قلوبنا وقعت بالشوط الثاني لان تدري شنو استاذ لان الجوية رجع يدافع يعني رجوع غير مبرر واربيل هجمت فالحمد لله شكر الله قدر فازت الجويه بطوله الجمهوريه جايه وما ادري ويا من حتى اقول والله اكو بطوله حصريه اكو استاذ بس ما عندي والله جماهير يذكرني ما تذكرني اللعبه انا اشكرك اشكر قناه الرابعه القناه الراقيه الله يحفظك توصل بالسلامه ان شاء الله الانبار حياك الله الف مبروك للشعب الجوي ايش لابس اليوم لا يا بعد اجى الف مبروك للامه الجويه نادي الشعب والحمد لله والشكر تعب موسم كامل ما راح الخالب بلاش بس عندي رساله اللي حسين بعد لا تقارن جمهور بجمهور تطلع بالقنوات جمهور الزوراء الاول وما ادري شنو هسه بينت جمهور الجويه الاول بالعراق انت اليوم فايز شالك بالكابتن اللي حسين يعني احتفل تونس تطلع لك نماذج هي مثل يعني كابتن اللي حسين قامه كبير من قامات الكره العراقيه مو كلمه نماذج ما حلوه لا خلي يرحم تاريخه ولا يعوف هاي التصريحات انت مثلت المنتخب الوطني والجمهور كله يحبك عوف هاي السوالف مال تطلع لي بالقنوات والله احنا جمهورنا الاول ما ادري شنو ماكو الجمهور الجويه الاول بالعراق وهسه بينت قبط ملعب الشعب بوحده ورساله الشغب اللي صار الشغب اللي صار هسه جمهور الزوراء عيب عليكم والله العظيم احنا اول شيء احنا جمهور الزوراء اقسم بالله اقسم بالله والله يعذرني بشبابي كلهم جمهور الزوراء اللي سووا شغب جمهور الزوراء انتم لو بيكم خير انتم بس ما رخصتك انتم لو بكم خير وهيك انتم فلاح صار له 90 سنه يدق عليكم حتى حرمكم من الملاعب اذا انتم هيك تشوفون يعني روحوا طلعوا فلاح لو بكم زود مو تجون هنا تسوون شغب تقصد هاي الحالات الفرديه اللي صارت والله مو جمهور اربيل بريء من يمها جمهور اربيل هذا جمهور الزورة واذا نزلت الانضباط بها حظ والحسين كل واحد يشوف عدوه قدام عينه كذبوا 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 من كذبوا مشجعين كذبوا من يوم يعني شلون اعرف هالمشجع اربيل او زوار الشغب لابسين ابيض لا مو بس هاي الشغب لابسين ابيض ومنخرطين ويا من وي جمهور الاربي الشغب كذبوا من يومهم كم واحد اخر جنازيهم واشوفهم منين من بغداد لولا الشغب كذبوا من يومهم وهسه تعرف هم جمهور الزوراء لولا المهم هارد لك الارض بقيت انت كابتن هارد جاي الف مبروك للامه الجويه ونشكر قناه الرابعه على جهودها من بدايه الموسم ونشكر الاستاذ احمد الحكيم لا واجبي هذا والله العظيم تعب ما فيه كفايه انت اخوتي انت اخوتي والله العظيم انت اخوتي وهذا واجب والله العظيم احسن اعلامي وهو الاعلامي بالعراق احمد الله يحفظك الله يخليك القناه نشكرها ونبارك لجماهير الشرطه ولادي الشرطه انا هسه حبيتك بنصف النهائي هذول يمثلون الوطن احسنت وبارك الله ما عندنا كره من كل قلبك والله من كل قلبي وانا كيفت وقلت لهم بالشوط الاول لعبوا لعب ما صاير الشرطه والله العظيم هنيالهم الاعلام الاول بالعراق والله العظيم هنيالهم وان شاء الله ياخذون البطوله بحق الامام الحسين لان هذا ممثل الوطن وعيب على واحد يحكي واحنا شو نطالب الاتحاد يكون بالموسم الجاي ما نريد هاي الاشاعات مال دق على راسك حيل عق رحمه على والدي وهاي مال زوراء هاي لا تقص اطلعها ما عندي شيء هاي ودق على راسك حيل
هاي نريد نطالب الاتحاد سيء للمشجع العراقي بشكل عام، بعيدا عن انه هو الطلاب زواي جوي شوط اي شيء ما حلوه. احسن اتمنى انه كل الجماهير تحذو حذوك بهذا الموضوع. الموضوع يبدي منك ومني ومن الاخ ومن الاخ ومن الجميع ان شاء الله تنشال وخطوه، لان هاي مو حلوه رياضه احنا. الله يهديك. يلا علاوي علاوي سمعني، نقول له الف الف مبروك السطور. مبروك الجويه. عارض لك اربيل الجويه هو نفسه. ابطال ابطال ان شاء الله. عارض لك نادي اربيل الرياضي ان شاء الله، ونجدي الفوز هذا نادي الشرطه ان شاء الله، فوزهم العراق ان شاء الله، رفعت راس ان شاء الله. حياك الله ويانا هنا شيء اخ. اسف فما تذيت اخ، ماني دست على حصوه. شلونك؟ زين. شو اخبارك؟ شلونهم الجويه اليوم؟ زين. لا يعني اليوم مو هواية يعني زينين، كانوا أبيل أحسن. قلنا لا زينين. صعبة صعبة سؤالي صعب. تياصف تياصف ثاني ثاني أقوى شيء أنت بال بال من لا 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 طي مجال. أقوى شيء عجبك أنت هو عف عف سؤالي حمادي. أكثر لاعب تحبه؟ بس حمادي مو لاعب هسه. ما يخالف يبقى تاريخ. ها عادي. حياك الله الله يعزك حياك الله. أي جاية شلونك؟ كم لفة تاكل باليوم؟ الله عليك. ها؟ لا لا ايش تتعشى؟ تتعشى عشاء عادي. عشاء عادي؟ خمس لفات تقريبا؟ لا قليل. قليل؟ خمس لفات قليل، حياك الله، تذكرني بطفولتي. كابتن وين 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 الصغير تعال. هذا زرع كابتن خطير. دايك لا ما شفتك والله، شلونك؟ زين. هذا قشمر نايم. اشو اشو؟ حرقان وتعبان؟ اي والله. ليش؟ لين جوي فايز. انت ضايج لين جوي فايز والله. والله زوراء وجاي من نص جوي يقول لي ضايج. ليش ما احب جوي الهداجه هاي؟ هاي دا تبكي لو لو شنو؟ اي يبكي والله. بكيت؟ اي والله غسلت لو بكيت. غسلت لا لا بكى والله. تبكي تبكي لين جوي فازوا؟ اول يوم جمهور الزوراء كله اليوم. لا بس مهما يكون الجوية فهي قوي يستاهلوا. قول لهم مبروك الجوية. لا قول لهم مبروك. قول مبروك. عيال كابتنين هني قوي هذا زورائي ما يستاهلوا. عمي يعني روح روح عمي روح. حياك الله شلونك كابتن؟ شلونك عمر الله يبارك فيك توجه خير علينا. الله يحفظك الله يخليك حبيبي الله يسلمك. اليوم كنتوا مخنوقين شوي بالشوط الثاني، ضغط قوي كان من اربيل. احنا ذاك يوم حكينا نفس الموضوع. هو طبعا مبروك نادي اربيل على هالمستوى الرائع صراحه، سلوك نادي الامبراطور صحيح. قدم مستوى جيد مستوى رائع. واقول ان شاء الله الجمهور الاربيل ان شاء الله يوصل بالف سلامه. وان شاء الله الحافله مال نادي اربيل توصل بالف سلامه ان شاء الله. حافلات والسيارات الخاصه ان شاء الله الجمهور لان مثل ما نشاهد انه هناك أكيد. يعني يمكن العشرات من السيارات اللي تنقل مشجعي نادي اربيل اكيد ان شاء الله يوصل اليوم. الله يسلمك استاذ احمد حبيبي ان شاء الله. مبارك الجمهور الشرطه همينه اكيد. مبروك نادي الشرطه ممثل الوطن صراحه. نادي قوي قوي عريق وان شاء الله متاكد ان شاء الله قيثاره راح يحصلون يوصلون شبه النهائي. تمام حياك الله. الله يسلمك حبيبي استاذ احمد. هنا ما احد المشجعين مشجع يبكي من ليش يبكي؟ متشاف ما سويت لقاء. يا عمي اخذك لقاء لا تبكي. هاك هاك علي هاك هذا اللقاء هذا اللوجو. اي احكي سولف نشيد. اي والله تحويله والله تحويله. منو بكي للضحك؟ اي مبروك الجويه. مبروك بعد سلم 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 على بايش على حمادي. انا بايد انا معلم. سلم على المعلمه مالتك. انا وبعد سلم على وين بابا؟ سلم علي همينه. الا الا بابا مبروك كل جماهير الجويه. انت ليش كنت تبكي؟ نين ما اتيت. لان انا ما جيت؟ نين ما اتيت. لين ما حكيت؟ لين ما اخذتك لقاء؟ عمي انا اسف وانا اعتذر. وهذا المايك لك هديه وانا بعد ما اسوي لقاء. باي 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 باي. صدق بلا بلا مبروك جمهور الشرطه اليوم. مبروك الجمهور الطيام. عفيه نزل مناظر هيك سوي باي باي للكاميرا. باي باي عشي طيب. شو اسمك؟ زهير. زهير طيب بوسه زهير. حياك الله يلا تصلون بالسلامه. ها انت زهير؟ لا علي. علاوي شلونك علاوي؟ ها ما تبكي اذا ما اخذت لقاء همين؟ لا لا الله عليك جوية لو لا الجوية. ما عليك ما عليك ابوك جوية لو هيك الجوية. زين انت بداخلك لو ما ابوك جوية انا ما اشجع.
الجوي. ابوك ابوك يشجع الزواء. انت ما شجع الجوي. ابوك يقول لك شجع الزواء. شو تشجع؟ الجوي. قافل جوي قافل. يا صبتي رابع. زين اذا معلمه مالتك قالت لك شجع الزواء شجعهم؟ لا. هاي شنو؟ عمي هاي شو مسوي لي؟ الله يحفظ لك. الله يخليك. حياك الله. شنو اسمك؟ ديما. ديما تشجعين جويه لو زواء؟ جويه. بس اليوم الجويه كانوا مو هالقد مو مثل ابيل. بلى فازوا اخذوا الكاس. اي اخذوا الكاس بس مو خوش فريق. بلى. مو زينين. بلى. باي تدين فريق قوي؟ شجع الزواء. طلبه؟ لا. الشرطه؟ لا. شجعي زين ليش تحبين الجويه؟ قنعيني حتى انا مشجع الجويه. بابا يحب الجويه. بابا زين بابا مثلا يحب الزمالك. تحبين الزمالك انت؟ لا. الله يحفظ لك. حياك الله. الله يخليك. نعم احبت المشاهدين مثل ما شاهدنا انه ردود افعال كانت كبيره لجماهير نادي القوه الجويه فرحه كبيره بعد ما حققوا هذا الفوز المصالح انا اعتبرها لجماهير نادي القوه الجويه هذا الكاس بعد ما اخفقوا في الدوري. مبروك مبروك والحمد لله والشكر يعني اللاعبين ادوا عليهم يعني هاي المرحله الاخيره وهاي اللعبه الاخيره والحمد لله والشكر فزنا بها. مبروك لجمهورنا وهارد لك الجمهور بيه ان شاء الله يوصلون بالسلامه. احسن. ورسالتنا للاداره عندنا رساله احنا للاداره اللي هي تتفقون بيناتكم اما تجديد المؤمن او شوفون كم مدرب من هسه من هسه مال سمير يجي يدرب هاي شلوها من بالكم عمي ليش قافني على كافي سمير خلي يسوي دعوه تنحل الاداره تنعاد انتخابات بس سمير ما يقدر عمي سمير احترام له واسطورتنا ورمزنا بس مو مال تدريب الجويه احمل والدي مو سابقا كان مدرب الجويه لا هسه لا هسه لا هسه لا هسه الانسان من يكبر مو يزيد خبرته بالحياه وخبرته في عالم التدريب انا عقلك ايش اكو ناس تريده وناس ما تريده ما يريدونه راح يسوون مشاكل علي وراح يفشل مره ثانيه وصلت هاي رسالتي الاخيره يعني تقصد انه اذا درب الجويه ممكن يكون هناك شرخ بين جماهير نادي قوة الجو الرابطة تريد هذا النص الرابطة من يريده من يريده رابطة يدو يعني اكو اتفاق بين الاعضاء بالرابطة وبين الاداره اكو يعني نسوي مشكله بين اكو يسعدون يجيبوا سمية عمي جددوا المؤمن وخلوه يشتغل براحته لو يجيبوا كم مدرب بس احنا الحمد لله والشكر حصلنا الغد ارسالتي الاخيره حتى اروح انا هاي الشغب عليه جيبوه عمي عمي هاي الشغب المن وين طابين احنا؟ الخضراء امن ملاعبهم على راسي امن ملاعبهم محترمين ويؤدون عملهم بافضل صوره ومحترمين عفوا شلون يشتغلون يانا يعني. بس شويه الشغب الشغب ابعدوهم عن الملاعب ابعدوهم عن الملاعب تمام حياك الله حياك الله حبيبي قبل ما اقول لك اي شيء مبروك فوز الشرطه الله طبعا نبارك فوز الشرطه هو فوز الشرطه ليس لنادي الشرطه فقط للعراق اكيد انما للعراق نقول لهم السد القطري في قطر 4 أهداف راح تحول الصيف الى مطر زين وهذا اكرم عفيف نقول له راح تشوف الصيف تساقط الاوراق ويطلع الخريف مو البسيط للشرطه يستاهلون شرطه والله وقعت في كل الخصوم بورطه بورطه شرطه ويوميه من وراكم شايل الجنطه جنطه على جون مصمونه جنطه حلو يا مدلوله ولا قلتي ولا قلتي ايش جرابيه وهي من وحدي بنتي لجل عينات شرطاوية ونحييك يا حبيبي الغالي حياك الله ومبروك الجوية أكيد أكيد بطولة الكاس حتى لا يقولون هذا بس شرطاوي احنا جوية نفتخر به لان تاريخ راح هم يمثل العراق في البطولات الخارجية حياك الله والخارجية والتحية الى الجوية حياك الله هذا الكابتن بيش بيني سرتا يروز باي لجمهوري زويدا كم ياريا دوران ديني برنويت دايا فيروز باي هزازا فيروز بي يعني زويا الف الف مبروك اي الف مبروك هسه فهمتها اي الف 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 مبروك ما اعرف كردي ما يعرف لا اي لعبه اي هاي يعني ما اعرف والله عربي ما يعرف عربي ابطال انتم ابطال كفيتوا وفيتوا يعني لعبتوا يعني ابطلتوا ابطال قام يا برنوي تدايا دوراندين تدايا فيروز باي لجمهوريه الزاويه اذا كانوا
ألف ألف مبروك. توصلون بالسلامة إن شاء الله. إن شاء الله. بالسلامة. كل عراقي ما بيفرق. كل عراقي ما بيفرق. كابتن يلا حتى اختم وياك. شلون شلون الجوية اليوم؟ الحمد لله وشكر تعب موسم كامل مضى وتوجنا بالكاس. كنا الأقرب الدوري ولكن الدوري المبارك يعني الشرطة راح انتهى. ومبروك للشرطة اليوم الفوز بالبطولة العربية. أحسنت. وإن شاء الله الموسم القادم يكون دور محترفين. ونطلب من الاتحاد يعني نشكرهم اليوم طبعا على هذا التنظيم الراقي. بس نطلب دخول الفار لان الحكام اذون هذا ان شاء الله نشاهد الفار الموسم القادم موجود مع دوينا ابو السلام الجمهور البير ان شاء الله يوصل اخر شيء اختم وياك مبروك للقوه الجويه ان شاء الله اداء ولعب وتعب وجهد مبروك لهم مبروك حياك الله اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم والف مبروك النادي القوه الجويه وهارد لك الجمهور نادي اربيل جمهور التعب واللي آزر فريقه نحب نشكرهم على قدومهم ببغداد وإن شاء الله ما قصرنا وياهم وعيوننا لهم وهارد لك لهم وألف مبروك النادينا وأحب أبارك نادي الشرطة على الشيء جاي يسووه رفعوا راسنا رفعوا راس العراق يعني بعيدا عن منافستنا الداخلية إحنا خارجيا إحنا واحد وألف ألف مبروك النادي الشرطة حياك الله نعم حمد المشاهدين مثل ما شاهدنا إنه جماهير نادي الجوية تبارك حصولهم على كأس العراق بعد ما حققوا هذا الموسم كان صعب بصراحة كانوا مصدرين في الدوري العراقي لكن نادي الشرطة خطف أيضا نبارك لنادي الشرطة فوزهم اليوم الكبير جدا وتحقيقهم هذا الفوز على نادي السد القطري بالتالي شاهدنا أداء ملفت مشرف للكرة العراقية من نادي الشرطة بما أنه انتهى كأس العراق فبالتالي راح تكون هذه آخر حلقة لي في برنامج جمهور إن شاء الله نلتقيكم في الموسم القادم من برنامج جمهور قبل ما أختم أحب أشكر كل من ساعدني من بداية الموسم هذا إلى غاية هذه اللحظة وهذه الحلقة ابتداء من المصور حسن ومحمد السراي ووسام وعمر وأيضا المونتير أخوي كرا وعلي فبالتالي رافقوني طيلة موسم كامل بصراحة كان متعب لكن جميل جداً كان لي صداقات جدا كبيرة ولقاءات جدا جميلة مع أخوتي مشجعين الأندية المحلية وأيضا روابط الأندية الأوروبية وصلت الآن إلى ختام هذه الحلقة من الموسم الأول برنامج جمهور إن شاء الله ألتقيكم في الموسم القادم مع بداية الدوريات الأوروبية وأيضا الدوري المحلي في أمان الله